لقاء كلاسيكو باش يجمع النجم والترجي المتراهنين على لقب الموسم الحالي. تكون البطولة أغلقت أبوابها في انتظار الموسم القادم. وهذه صور تحضيرات جماهير الترجي للقاء غدوة، وين تجمعوا في فضاء ترجي ستور باش يشريوا مراول اللقاء، معنويات مرتفعة والاستعدادات حثيثة. ترجي راهي برجيلة، راه ما تخفى على حد، معناها سيرتي راقوا منهم برشا. هكا شفت في سوسة فالمونة مع بوتو حرام، معناها وما نخفوش معناها بلانتيات لحد شيء. راه حول الليل بدري والخميس غد، قلت ربي بطبيعة واحد جاي لجمعيته بشيخه بيول يحضر غدوة الماتش، وإن شاء الله البطولة شوف هنا الاسبيرونس إن شاء الله. إن شاء الله الخميس يبقي إن شاء الله. أنزيرو إن شاء الله، إن شاء الله الخميس، إن شاء الله الخميس غدوة يا رب. غدوة الاسبيرونس ثلاثة شيء للمكاشخة. الأجواء اللهم صلي على النبي ما كناش نتصوروها بالكثافة هذه وبالقدوم هذه، الجماهير اللي كبير وكبير برشا، اللي زرتيك الكل وفيه وصغار وكبار ونساء، معناها نصلي على النبي كل شيء ماشي. إن شاء الله البطولة متاعنا والكأس متاعنا، وإن شاء الله ديما الترجي ديما إلى الأمام وديما كؤوس وبطولات إن شاء الله. الوضعية في سوسة مختلفة، وبالرغم من الاستعدادات والمعنويات المرتفعة، إلا أنه عدد التذاكر الممنوحة لجماهير النجمة الفريق الضيف لم ترضي إدارة فريق الساحل وجمهوره. وينهم التكيات؟ عطاو 750، وين مهبط لي حتى 500 يا أخوي، خلي عبيد تقص، خلي عبيد تقص. بعت مريولي على جيلي طوال واخذوا ب 100,000، بعت 40,000 على جيلي طوال ومش نجي ونقص. بعد جيت أخل القشي مسكر وواعد سايب عليك اللي توال الاسبيرونس، حتى اللي ما يحبهمش الزوز ولا معناه يحب جماعي أخر باش يتفرج. احنا ماذا بينا سبيكتاك؟ كي جاو لهنا عطاهم 200 تيكي اللي توال، الكوميتين تاع اللي توال عطات 200، جاو 1400 دخلوا لا تيكيات لا حتى شيء، معناه سهلنا لهم. انت عندك سبيكتاك ورادس يا خويا، مش باش تعبير كل ما قلت 30,000 ما تعطيناش 5,000، عطينا 3,000 تيكيات. 1200 مشاو من البارح بالمصويات وعبيد تفرج راهم طيشه لنا، فهمت؟ ونحن هنا واقفين من 6 نتاع الصباح، 1200 نورمالمون سايبو في القيشي مش يمشي المصويات للديار. معناه اللقاء باش يتم تحت اجراءات امنيه وتنظيميه مشدده لتفادي اي عنف محتمل.